لا تبكي لا تلومي علي. الفنان محمد رزق الله أحد أبرز الفنانين في مدينة الزاوية، إذ يكون اسم رزق حاضرا كلما كان الحديث عن الفن بالزاوية. ولد الفنان رزق الله عام 1963، وبدأ أولى خطواته الفنية وهو يافع في سن 11، قبل أن يلتحق بفرقة جامعة بنغازي أثناء دراسته الجامعية ليبدأ منها برحلة جديدة مع التلحين. بعد التخرج التحق بفرقة الإذاعة وأنتجت مجموعة من الأعمال، ثم تركت الإذاعة لأسباب شخصية ربما، وبعدين عدت مرة أخرى على فرقة للمكوفين، فرقة نوري كمال. استمرينا فترة طويلة وقدمت مجموعة من الأعمال، واشتغلت مع فرقة الإذاعة الأساسية وقدمت أعمال الحمد لله، يعني جلها كانت ناجحة. ويعد رزق الله كاتبا وملحنا ومغنيا إلى جانب كونه مخرجا، إذ يعمل حاليا على تسجيل عمل من كلماته وألحانه وأدائه، كما شارك في عدد من المهرجانات المحلية ومثل ليبيا في عدة محافل غنائية خارج البلاد. شاركت في مهرجان الأغنية في دورته الأولى، وفي دورته الرابعة حصلت على جائزة راعي المهرجان. في مشاركاتي الدولية شاركت في مهرجان القاهرة الدولي للأغنية سنة 2003، وشاركت في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورته الأولى، وشاركت في مهرجان في المغرب، مهرجان تطوان الدولي للمكفوفين، وفي تونس أيضا مهرجان هاندي ميوزك 2015، وفي لبنان مهرجان صور الدولي، وكثير من المشاركات يعني في الداخل وفي الخارج. لم تكن الإعاقة البصرية حجر عثرة في حياة الفنان محمد رزق الله الفنية، إذ يقول أن الإعاقة تكمن في البيئة المحيطة وليس في فقد البصر. ويأمل رزق الله من المسؤولين في الدولة أن نظر بأهمية ومسؤولية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في إثراء وتعزيز عدة مجالات.